سلام سلام يا احلى اصحاب، ورجعنا بفيديو جديد. وفيديو النهارده لشويه تطبيقات عجبتني جمعتهم في فيديو واحد، فتابع الفيديو للنهايه. وقبل نبدا الفيديو اتمنى تنزل تحت تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس وانشر الفيديو مع اصحابك على الواتس والفيس. عايزين نوصل 500,000 مشترك باسرع وقت. وكالعاده بنشكر الناس الجميله دي على تعليقاتها اللي تجنن، من سعد عطيه ونبيل تك وميمو مودي، اخيرا عمر سعيد ومصمم افندي ودعاء احمد. ونبدا باول تطبيق، وهو تطبيق جميل جدا بحيث بيسمح لك انك تشارك الشاشه بتاعتك مع اصحابك او مع الشخص اللي انت عايزه، سواء كنت بتلعب ببجي او اي لعبه وعايز تشارك الشاشه بتاعتك مع اصحابك او شاشه صاحبك عايز تشغلها عندك. كل عليك بتحمل تطبيق صغير من جوجل بلاي، عن طريق انك بتحمل التطبيق ده مساحته صغيره جدا 5 ميجا، بنضغط هنا. بعد ما بتحمل التطبيق على موبايلك بتحمله على موبايل صاحبك، وبعدين نفتح التطبيق بالشكل ده. دلوقتي عايزين نشارك شاشة الموبايل ده على الموبايل التاني، كل عليك بتضغط هنا على الخيار ده عشان تشارك الشاشة بتاعتك، وبعدين نضغط هنا فبيبدأ يعمل كود. الكود ده هتاخده وتحطه على الموبايل التاني عن طريق انك هتضغط هنا وتستنى الكود اللي هو بيعمله او بيعمله كرييت، وبعدين تنقله هنا بالشكل ده. يا شباب بنبدا بنقل الكود اللي هو في جهه اليمين لجهه الشمال بالشكل ده، 3876، وبعدين بنضغط اكسس. فبالتالي دلوقتي يا شباب الشاشه دي بقت مسجله هنا. هنا بيقول لك لو عايز تفعل الميكروفون بالشكل ده بنضغط انيبل، فبالتالي اي حركه هيقوم بها الموبايل ده الموبايل التاني هيسجلها عنده او هيشوفها بطريقه سهله وبسيطه. فتطبيق جميل جدا، هسيبلكوا رابط تحميله في وصف الفيديو تحت. ونروح للتطبيق التاني، هو تطبيق بيقدم لك ميزه مشابهه لتطبيق انا كنت قدمته قبل كده. فكل علينا بنفتح التطبيق بيظهر بالواجهه دي، بنضغط هنا بعدين بنديله صلاحيات بالشكل ده، نضغط هنا وبعدين نبحث عن اسم التطبيق ونديله صلاحيه، وبعدين نديله الصلاحيه التانيه بالشكل ده، نضغط هنا. وهنا لو عايز تحط خلفيه للتطبيق وليكن الثانيه، وبعدين نضغط على السهم ده. دلوقتي كل عليها بنضغط هنا ونفعل الخيار ده، فبيظهر سهم صغير في اسفل الشاشه. بمجرد ما تسحب السهم ده بيقدم لك الشكل الجميل ده، لوحه الاشعارات بس من تحت. بتقدر تتحكم في سطوع الشاشه من هنا، وكمان تقدر تضيف هنا الاختصارات اللي انت عايزها والتطبيقات اللي انت عايزها عشان توصل لها بسهوله. فلو عايزين نعدل في الاعدادات دي كلها بندخل التطبيق بالشكل ده، وبعدين بنضغط هنا. ومن هنا بتقدر تضيف، سواء كنت عايز تضيف الفلاش او وضع الطيران او اي وضع من عندك من على الجهاز. ولو انت عايز تضيف تطبيقات بنضغط على تاني خيار، وبتقدر تضيف اي تطبيق من عندك في مكان الاشعارات ده بطريقه سهله وبسيطه. ومن بقيه الخيارات دي بتقدر تعدل في الخلفيه وفي شكلها وفي لونها، وتقدر تختار الالوان اللي انت عايزها من الالوان دي بالشكل ده، سواء كانت اسود بامبي اي لون انت عايزه تقدر تختاره. فرابط تحميل التطبيق ده سيبه لكم في وصف الفيديو تحت. ونروح للتطبيق اللي بعده، هو تطبيق بيقدم لك ميزه جميله وهي عباره عن دايره فوق بتعرفك مستوى البطاريه بتاعتك بشكل جميل وجذاب. بمجرد ما البطاريه بتاعتك بتفضى وبتقل الدايره دي بتفضل تنقص بشكل جميل جدا. كل عليك عشان تحمل التطبيق ده بتدخل على جوجل بلاي، وبعدين بتبحث عن التطبيق ده وتختار التطبيق ده. مساحته صغيره جدا، نعمله تثبيت، بعدين نضغط فتح. بيظهر التطبيق بالواجهه دي، بنسحب الشاشه. بعدين دلوقتي كل عليها بنديله صلاحيه من هنا، ونبحث عن اسم التطبيق بيتري رينج، نديله الصلاحيه اوكي. بعدين نديله الصلاحيه الثانيه اوكي. بعد ما تديله الصلاحيه بتاعه تشغيل الهاتف، بعد ما بتاعه تشغيل الهاتف بيظهر معاك دايره فوق بالشكل ده. كل عليك بيدخل التطبيق، ومن خلال الاسهم دي بتقدر تتحكم في مكان البطاريه دي او بمكان اللي انت عايزه يظهر فيه. وليكن السهم الاول ده بتقدر تتحكم اذا كنت عايزه يبقى يمين او شمال، والسهم اللي جنبه اذا كان فوق او تحت. السهم اللي تحته بتتحكم اذا كنت عايز الدايره تبقى كبيره او صغيره. السهم اللي جنبه بيتحكم في سمكها اذا كنت عايزها كبيره او صغيره. واخيرا الزر ده بتقدر تتحكم في لون الدايره اللي فوق دي اذا كنت عايزها احمر اخضر ازرق او اي لون انت عايزه. وبعدين بنضغط سيلكت فبتغير اللون للون اللي انت عايزه. فتطبيق جميل جدا، هسيبلكوا رابط تحميله في وصف الفيديو تحت. واللي هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بزر اللايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس. ولو انت اول مره تتابعني ادخل القناه، بنزل فيديوهات جميله جدا. واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.